ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل معاكم طبق المخ بالبيض الجامد قوي ده. كملوا معايا الفيديو وشوفوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. عملته بطريقه حلوه قوي قوي قوي، تحفه وطعمه جميل تحفه زي ما انتم شايفين ده شكله اهو. وايه، تكملوا الفيديو معايا وتعالوا نشوف هنعمل ايه. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده حابه اعمل معاكم المخ بالبيض. انا بعمله عشاء، فايه هعمله بقى معاكم؟ ممكن فطار، عشاء، ممكن غدا، يمشي في اي وقت. فالمكونات اللي معايا، هعمل اول حاجه عملتها حطيت ميه سلق زي الشوربه، بتظبطيها بالظبط، حبهان ولورة وفلفل، وزي ما هتكوني هتسلقي لحمه او فراخ، يعني بتظبطي الشوربه. انا حاطه لها كمون، فلفل اسود، وحبهان، وورق لوري، وايه وملح. وبعدين اول حاجه حطيتها سقطت المخ كده فيها، وايه وهسيبه بقى ايه لما يتسلق. وبعدين هنا معايا مكعبات الزبده، دي الحاجات اللي انا هحتاجها، ومعايا فلفل بقى حامي مقطعاه، ومعايا بصل اخضر برضو مقطعاه كده قطع صغيره، ومعايا فلفل احمر. وقطعتهم كده. الخضر اللي موجودة عندك ممكن تحطي بصل كمان، بس انا مش حابة اكتر البصل فيه. عشان هنا بقى كنت قطعت المخ زي ما انتوا شايفين بعد ما اتسلق. تعالوا بقى نكمل ايه مع بعض. عندي هنا طاسة على النار هولع عليها كده، وبعدين عندي 3 مكعبات زبدة، سمنة عندكم او زيت اي حاجة. هنا بعد المسألة الدهنية عندي التخمير، هنزل بقى بالمخ بتاعي اهو. بعدين هنزل بقى بالحاجات اللي انا عاملاها، اقلبهم بقى مع بعض كام تقليب. وهنا جهزت البيض جنبي، وايه وهبدأ بقى اقلب في المخ بتاعي لحد ما ياخد تحميرة كده حلوة. احنا كده كده سالقينه، بس احنا عايزينه ايه ياخد تحميرة حلوة مع الزبدة والخضار. في المرحلة دي بقى هنزل ايه بالبيض بتاعي كده، بس احط البيض وارجع. بعد ما نزلت بالبيض كده هنزل بايه بالكمون، حبة كمون كده حلوين عشان البيض، وهنزل حبة فلفل اسود كمان كده. حطيت الملح والكمون والفلفل، وايه هقلبهم بقى تقليبة عشان التوابل دي تدخل فيه كله كده، وبعدين هغطيه بقى واسيبه يستوي. هنا بعد ما قلبته كويس بقى هغطيه بحاجة واوطي عليه النار خالص، ههدي النار وبعدين نرجع نشوفه مع بعض. اهو غطيته بحاجة وهسيبه بقى يستوي. هنا بقى كنت غطيته وهسيبه بقى ايه، وهديت النار وهسيبه بقى يستوي براحته. بس كده يا حبايبي، ده كان شكل الطبق بتاعي. قدمته مع زيتون وعيش اللي هو الفينو ده، لو موجود عندكم اي عيش يمشي معاه، وممكن يتاكل كده بالشوكة للناس اللي عاملة دايت، فانا هاكله بالشوكة. وقدمت معاه جرجير كمان، حطيته كده تحت الطبق، وده شكله اهو تحفة تحفة. وجبة حلوة خالص في العشاء او في او الصبح فطار مثلا، جميلة وحلوة قوي. جربوا بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد.